ضحكتها يا لهوي ربابة بعشقها المقهول بابا عطرته مسكها جيت مقلبة وكله يدفع بابا يا بتاع مريم جعفر جت اعمل ايه دلوقتي دايما بتيجي كده في الاوقات الغلط اعمل ايه اعمل ايه صح ماشي ماشي يا عم محمد خلاص اول لما بابا يجي هقول له ماشي يا عم محمد ماشي ماما ازيك يا ماما اصل عم محمد بيسال على بابا وكده عاوزه وكان عاوزه في ايه بقى في ضحكتها يا لهوي يا بابا بعشقها اما تقول بابا يا لهوي بتبقى ياه يا روح قلب بابا يا بتاع مريم ده انت يومك اسود انت ومريم ايه ده في ايه اهدي اهدي بس يا ماما فاهمك حرام بقى يا ماما بقى الناس بقى بتشوفني في الشارع اي حد بقى بيكتب لي كومنت في التيك توك يا بتاع مريم ده نسيوا اسمي ما هو ده المطلوب ولسه هخلي اي حد ماشي في الشارع يشوفك يقول لك يا بتاع مريم اي حد بيشوف الفيديو ده خليه يكتب لك في الكومنتات يا بتاع مريم اي حد يخش لك على الانستا هيقول لك يا بتاع مريم